أنا شاب عراقي خريج، تخرجت ومقضيها بس ألعب بوبجي وأنام بسبب الظروف بالعراق، وياهو أروح لو يقول لي ماكو تعيين وماكو شي، فمقضيها بس ألعب بوشنجي وانزل بالحاويات ومن هاي السوالف. فطلعت روحه وطقت روحه وقلت ليش ما أطلع أشوف لي شغلة أو أدور على شغل حتى بلكت ألقى لي مصروف. ورحت حتى افتر على المحلات بلكت القى لي شغله في سبيل عمود بس اطلع مصروفي، بس للاسف كان الاغلبيه رافض ويقول لي ماكو شغل وما عندنا شغل، وكان يشحتني من الباب. بس ما استسلمت ورحت لاكثر من محل ونفس الشي هم كان رافض، ورحت للمحل مال الحلاق بس للاسف ما استقبلني وما عاملني باسلوب، واسلوبه كلش كان مو حلو، فقال لي خلي شهادتك بهانا رمزي. افتهمتها ما افتهمتها مشكلتك، انا خريج والخريج اكيد الى مكانه بالعراق والى وظيفة، ويعني هو فوق الكل لان درس وتعب. فضليت اخابر واسأل، حضرت المستمسكات والفايل مالتي حتى افتر على الدوائر الحكومية حتى بلكت انه يوظفوني. تعالوا خنشوف شنو صار وياي. الو، هلا حبيبي، شلونك؟ الله يسلمك، الله يخليك. البضاعة وصلت مو؟ اوكي، الوصلات كلهن يمي، اي جاي اشوف الضريبة اللي عليها. ماشي، ادفعوها والباقي كله عليها حبيبي. اهلا وسهلا، اهلا بك. هلا والله مليت من القعدة، 24 ساعة قاعد، دخلنا ذب الفايل يمه، بركات الله وشغلني شيء. السلام عليك. حبيبي عليك السلام، كله حلك. طيب بلا زحمة عليك، المدير موجود؟ اي حبيبي موجود جو. مشكورين عليك. الله. دخل طوب والله كريم، هسه بركات شغلنا بالمطبخ، بركات ما كان، بس المهم نشتغل. روح امك. وحده. وحده خريج وقاعد وساكن في البيت وما عندنا ناكل. فدوا راحت لك، أي شيء، أي شغلة عندكم اشتغل عادي. حبيبي شغلتك سهلة. ما يكون خاطرك إلا طيب، والمدير يمي وعلي بس بحبحها. أنا بخدمتك صديق كذيب، أنا ما عندي بس إن هاي راح أرجع بيها كروة. يلا ماشي. خدمتك أنا صديق كذيب، أي شغلة أشتغلها عادي. انتظر هنا بقاعة الجلوس، شوف المدير. ماشي. تفضل. السلام عليكم. ألو سجاد حبيبي، الله يسلمك. ايوه نزلنا جابوها من البريد لورا. اي عسيدك. هذا خطي استاذ واحد جاي يدور تعيين. تعيين؟ سجوده حبيبي، احنا مو دائره حكوميه او غير شيء، احنا شركه ويعني ما مسمح يعني نوظف بيها، احنا اللي عندنا كافين. هاك هاي، وبعد لا استقبل لاي واحد. تمام. ماشي؟ تمام. وهذا اذا تحب شوف شغلك انت وياه. ان شاء الله. اخوي بشر شغلتك ضبطت تمام، وان شاء الله يومين اتصل بك. في دوره قلت لك حبيبي ما راح انسلك هذا المعروض. الله يسلمك. جيت من الصغير حتى باكيت جقاير خلص. الفايل ماتي، هذا اسمي بيه. ليش امرينه بالزبالة؟ ليش ماكو عدالة بالعراق؟ ليش الخريج يجي مكانه بالزبالة؟ هذا اللي صار وياي، ومع الأسف هذا حال الخريج العراقي. وصدق لو قال خلي شهادتك بهانا رمزي. أتمنى وصلت الرسالة وعجبكم الفيديو.